بسم الله الرحمن الرحيم. سبب تسمية رمضان بهذا الاسم رمضان همي قعكها بينمي ما حسب باي معناها وجودك أخ محايا مقعك قيل إيانمي قيل إيانما صيغة تمريضيا إياني تندحيا لأنه يرمض الذنوب زنبتي معناها حررسة زنبتي بيسة وزنب بيسة مسبتها رمضان كاكييني. وقيل لارتماض الناس فيه من حر الجوع سنان كادو حررته معناه بياكيتا بكارت ومقاسات الشدة رمضان جبدي مسبتها وجب دابينا يسهد جي تحتني سبتها كهب مجاعيني. وقيل ونهينا لما لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها كل الستة دوما اللي سكتها مجاعتك كرسينه نوعدي كل الستة ميته ندور تكاه وعدي. فوافق هذا الشهر أرى آلسي أو آلسي سيدفه صادف أيانا آلسي يميته أيام رمض الحري لعنه دور تيميته ون الكاها بمقاعة فسمي بذلك تنلا كاها بمقاعة تسيدي حمينكه كاي مقاعك سبباهي.